يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الأفاضل متابعي قناة الجزائر الدولية، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في عدد جديد من برنامج نبض المونديال الذي يأتيكم يوميا على قناة الجزائر الدولية خلال كأس العالم مونديال قطر 2022. عدد اليوم إذن مشاهدينا سيكون خاصا بأولى مباريات المربع الذهبي، سهرة اليوم بين كرواتيا والأرجنتين بداية من الساعة 8 بتوقيت الجزائر على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، موقعة كبيرة سنتحدث عنها بالتفصيل في عدد اليوم. إذن طموح ميسي وحلم الأرجنتين في مواجهة عناد وصلابة كرواتيا بقيادة المبدع لوكا مودريتش. نشاهد مشاهدينا هذا التقرير ثم نعود للتحليل والنقاش. بكرة تلونت بالذهب وعلى بعد خطوة من المشهد الختامي للمونديال القطري، يواجه المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في مناسبتين نظيره الكرواتي في أولى مباريات المربع الذهبي على ملعب لوسيل الذي كان شاهدا على تعثر الطانجو في أول خرجة وعودته من بعيد ليتأهلوا على حساب هولندا في ربع النهائي. سيكون حلم الأرجنتين وطموح ليونيل ميسي في مواجهة منتخب أخرج أكبر المرشحين، ويسعى لجري الأرجنتين إلى المصير ذاته ليكون الصراع واعدا بين فريقين مختلفين في طريقة اللعب، مع الهدف الأسمى والأكبر نفسه كتابة التاريخ وبلوغ نهائي كأس العالم. راقص الطانجو بقيادة ليونيل ميسي سيدخلون المباراة بهدف بلوغ النهائي للمرة الخامسة في تاريخ الأرجنتين، مدعومين بجمهور سجل حضوره بقوة لدعم تشكيلة سكالوني في مباراة صعبة أمام منتخب كرواتي يملك خبرة المواعيد الكبرى ويسعى لتسجيل حضوره الثاني ثواليا في المشهد الختامي. بين حلم الأرجنتين بقيادة الساحر ليو ميسي وطموح كرواتيا بخبرة لاعبيها على رأسهم القائد المبدع لوكا مودريتش، سيشهد العالم موقعة أخرى للتاريخ في مونديال لم يكشف بعد عن كل سحره وأسراره. إذا مواجهة كبيرة وواعدة بين كرواتيا والأرجنتين لحساب المربع الذهبي لمونديال قطر 2022. وإذا مشاهدينا للحديث أكثر في هذه المباراة الموقعة الكبيرة المرتقبة، أسعدني أن أستضيف في هنا في البلاطو الإعلامي كريم بالعربي رئيس القسم الرياضي لقناة الجزائر الدولية. كريم أهلا وسهلا بك. تحية طيبة لك خالد ولكل متابعي برنامج نبض المونديال عبر قناة الجزائر الدولية. كما سيكون معنا مشاهدينا عبر خدمة سكايب الإعلامي التونسي وائل فطوش من العاصمة القطرية الدوحة. وائل مساء النور. مساء الخير زميل خالد، تحية لكم وتحية للزميل كريم وكل مشاهدي ومتابعي قناة الجزائر الدولية. وسيكون معنا أيضا مشاهدين عبر الهاتف محلل قناة الجزائر الدولية أحد أبرز نجوم الكرة الجزائرية سابقا نصر بويش. نصر مساء النور. أهلا وسهلا خالد وكريم، تحية لك نصر. إذا نبدأ مع كريم، إذا موقعة كبيرة، قراءتك الأولية لهذه المباراة كريم بين منتخبين تأهلا بنفس الطريقة بضربات الترجيح على حساب هولندا والبرازيل تواليا. صحيح خالد، مباراة كبيرة في نصف نهائي مونديال قطر 2022، ربما البعض متفاجئ من تواجد المنتخب الكرواتي والأرجنتيني في النصف النهائي، لأنهما ربما خاصة المنتخب الكرواتي الذي لم يكن مرشحا بتاتا للتواجد ضمن الأربعة الكبار رغم وصوله للمشهد الختامي بمونديال روسيا، لكن الصلابة الدفاعية للمنتخب الكرواتي في الأدوار السابقة خاصة أمام المنتخب البرازيلي الذي حسم المنتخب الكرواتي حسم مواجهته أمام المنتخب البرازيلي بضربات الترجيح، هو نفس تقريبا نفس السيناريو الذي شهده المنتخب الكرواتي في مونديال روسيا واوصله للمباراه النهائيه. قلت انه ربما
الجميع كان ينتظر تواجد المنتخب البرازيلي المنتخب الهولندي في النصف النهائي، لكن اليوم المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي الذي يتجه بخطى ثابتة ربما لتسجيل تاريخ جديد لهذا النجم الأرجنتيني والتتويج بربما اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن والذي سيجعله ربما كريم أسطورة الأساطير، أحسن لاعب في تاريخ كرة القدم. طيب نتحول إلى ناصر بويشكيد. أنت ناصر ترشح في كل مرة المنتخب الأرجنتيني بالعاطفة وبالموضوعية في كل مرة. ناصر، كيف تقيم هذه المباراة التي ستكون أكيد صعبة على الأرجنتين؟ اليوم لن نتكلم بالعاطفة لأنه كريم تقريبا قال كل شيء، لأنه هذا المنتخب الأرجنتيني اللي كنا ننتظر فيه في هذا الدورة ربما على الأقل المربع الذهبي هو الآن موجود في هذا المربع الذهبي، عكس على المنتخب الكرواتي اللي كنا ربما لم ننتظره في هذا المربع الذهبي وهو الآن موجود بعد أداء الرائع والممتاز جماعيا، خاصة أنا نتكلم كثير على لوكا مودريتش لكن لازم نتكلم على هذا المنتخب لليوم ورى أن كرة القدم هي لعبة جماعية، لازم تكون عندك مجموعة في المستوى العالي، تركيز، تحضير ذهني بدني تقني تكتيكي. أنا نظن اليوم المنتخب الكرواتي أعطى درسا في كرة القدم، لكرة القدم خاصة وللمنتخبات وحتى للأندية والفرق، أنه التنظيم وكل الأشياء الإيجابية لازم تكون في مجموعات كرة قدم. يعني نتحول إلى العاصمة القطرية الدوحة. إذن وائل، ناصر تحدث عن درس قدمته كرواتيا للمنتخبات الأخرى، درس في الواقعية وفي الفعالية، إذن في رأيك هل سيتواصل هذا السيناريو أمام منتخب هو الآخر صلب وواقعي أيضا تأهل إلى المربع الذهبي عن جدارة والمنتخب الأرجنتيني؟ نعم، من غير مستبعد في حقيقة الأمر أن نقول أن المنتخب الكرواتي يحدث المفاجأة ويمر للنهائي. المنتخب الكرواتي وصيفة العالم في النسخة الأخيرة، منتخب قوي جدا. دائما أقول أن المنتخب الكرواتي إذا كان وسط ميدانه في يومه فالمباراة لن تكون سهلة بالمرة على الأرجنتين، نتحدث خاصة عن لاعب الإنتر مارسيل بروزوفيتش الذي من أحسن لاعبين يلعب تحت الضغط، كذلك الحال بوجود لوكا مودريتش وكوفاسيتش لاعب تشيلسي، أيضا جناح توتنهام إيفان بيريسيتش. نتحدث عن فريق فريق يعتمد على الخبرة بوجود ليفران قلب دفاع السابق ولا لنادي ليفربول، يعني هناك نوعا ما توليفة كبيرة في المنتخب الكرواتي قادر حقيقة على أحداث المفاجأة والفوز على الأرجنتين. حتى وإن مرت إلى ضربات الجزاء المنتخب الكرواتي يمتلك كل الحلول لتقديم أداء جيد جدا، وعادة ما يحسم ضربات الجزاء. نتحدث عن لقاء اليابان حسمه بركلات الجزاء، نفس الشيء أمام اللقاء الماضي أمام المنتخب البرازيلي، يعني المنتخب الكرواتي يمتلك كل المؤهلات. في نفس الوقت المنتخب الأرجنتيني حقيقة أمام لقاء هولندا تقوم متقدم بهدفين وأن تعود وتستقبل هدفين ويصبح مصيرك مرتبط في حقيقة الأمر يعني بضربات الجزاء، هناك نقاط استفهام على خط دفاع المنتخب التانجو الأرجنتيني. ليونيل ميسي دائما ما يكون الحل السحري للأرجنتين، ماذا أن لم يكن ميسي في يومه؟ هل الأرجنتين قادر على عبور النهائي؟ أسئلة كلها يعني تبقى تطرح، ولكن دائما أقول أن على الورق، على الورق المنتخب الأرجنتيني بوجود داوتارو مارتينيز، بوجود دي ماريا، بوجود ألفاريز، بوجود ليونيل ميسي، بوجود ديبول في وسط الميدان، منتخب فنيا وعلى الورق أفضل كثيرا من كرواتيا، ولكن للميدان للواقعية شيء ثاني. فعلا وهو ما تأكد خلال هذا المونديال وائل، إذن وبدليل أيضا تصريحات المدرب الأرجنتيني سكالوني الذي تحدث عن صعوبة المواجهة أمام هذا المنتخب الذي صنع تقريبا المفاجأة في هذه الدورة، رغم أنه جاء طبعا في ثوب حامل نائب حامل لقب كأس العالم. نتوقع أن تكون المباراة صعبة للغاية أمام فريق حقيقي بأتم معنى الكلمة. كرواتيا تملك مجموعة رائعة ستجعل مهمتنا أكثر صعوبة، ومن غير المجدي إجراء مقارنات بين النسخ الحالية للمونديال والنسخ السابقة لأن المباريات تختلف، لكنني مقتنع بأننا سنواجه فريقا رائعا. بالنسبة للوكا مودريتش، إنه من دواعي سروري أن أراه في الملعب، إنه مثال للكثيرين ليس فقط بسبب مهاراته كلاعب ولكن لسلوكه أيضا. عندما واجهنا روبرت ليفاندوفسكي وجدنا لاعبا عظيما. على كل حال، من يحب كرة القدم يريد دائما أن يلتقي بمثل هؤلاء الرجال في الملعب.
إذا كان هذا تصريح سكالوني مدرب الأرجنتين. كريم، يبدو أن سكالوني يعرف جيدا من سيواجه في هذه المباراة. فعلا خالد، سكالوني تحدث خاصة عن نجم المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش الذي تألق كثيرا في مونديال روسيا ونال بعد المونديال جائزة الكرة الذهبية ليكسر ربما الصراع بين رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية. كان على ما أعتقد أول لاعب يكسر فعلا بعد هذا الثنائي. إذن سكالوني تحدث أيضا عن صعوبة هذه المباراة، وطبعا يعني لما نتكلموا على نصف نهائي أكيد أن المباراة ستكون صعبة على الطرفين، خاصة ربما على المنتخب الأرجنتيني الذي يعتمد بنسبة كبيرة على النجم ليونيل ميسي، عكس المنتخب الكرواتي الذي يعتمد على اللاعب الجماعي. حتى لو يخرج، وشاهدنا هذا في المباراة السابقة، نجم المنتخب لوكا مودريتش حتى لو يخرج يبقى الأداء نفسه من طرف جميع لاعبي المنتخب الكرواتي، عكس ربما ما سيحدث للمنتخب الأرجنتيني الذي كما قلت يعتمد بنسبة كبيرة جدا على ليونيل ميسي داخل أرضية الميدان. طيب ناصر، كريم تحدث عن اعتماد الأرجنتين بشكل تقريبا شبه مطلق على ليونيل ميسي، في رأيك ناصر ما هي الحلول الأخرى للأرجنتين في هذه المباراة أمام هذا المنتخب الصلب، وما هي التغييرات المتوقعة على مستوى التشكيلة حسب رأيك؟ نظن أن سكالوني تكلم وقال كل شيء أولا على المنتخب الكرواتي، لكن هو منتخب تاعو حتى ولو لازم نقولها بكل صراحة أنه نتكلم كثير على ليو ميسي لأنه هو قائد هذه المجموعة هذه، لكن سكالوني هو هل المنتخب الأرجنتيني، السؤال هل المنتخب الأرجنتيني راح يكون وسط ميدانه في يومه، يعني لأنه قوة المنتخب الكرواتي ليس مودريتش لكن وسط ميدانه ببروزوفيتش بكوفاسيتش، هاد اللاعبين الممتازين ربما اللي عندهم تقريبا نفس المستوى مع لوكا مودريتش لازم نقولها بكل صراحة. لكن سكالوني يعلم أنه بدون ميسي ممتاز، بدون ميسي في نهاره كما قلت، من الصعب أنك تفوز على هذا المنتخب. لهذا فيه لقاء ميسي مودريتش ربما نقوله، لكن وسط ميدان كرواتيا ضد وسط ميدان الأرجنتين، زائد الحراس ربما أحسن حراس هذه الدورة إيميليانو مارتينيز وليفاكوفيتش اللي هما ربما راح يكون عندهم كاش نقولوا البصمة في هذا اللقاء. طيب أتحول إليك وائل فطوش مجددا في العاصمة القطرية الدوحة، نتحدث عن المنتخب الكرواتي وائل، في رأيك كيف سيسير مدرب المنتخب زلاتكو داليتش ما المجهود البدني لهذا المنتخب الذي تأهل في مناسبتين في بعد الوقت الإضافي، يعني في كل مرة خاض 120 دقيقة لاعب، ونعرف بأن تشكيلة المنتخب الكرواتي عندها معدل سن مرتفع نوعا ما خاصة نجوم المنتخب مودريتش وكذلك بروزوفيتش في وسط الميدان، في رأيك كيف سيلعب داليتش في هذه الظروف يعني؟ نعم، بالنسبة للمنتخب الكرواتي أعتقد أنه سيعتمد نفس الطريقة أمام البرازيل، محاولة انتظار المنتخب الأرجنتيني واللعب على الهجمات المرتدة. التقسيم الوقت سيكون طبعا مهاجمة الأرجنتين عبر فترات معينة من المباراة حسب مجريات اللقاء بطبيعة الحال، ولكن نقول أن المنتخب الكرواتي لا يعاني من مشاكل بدنية، تحدث عن فريق أغلب لاعبيه من ضمن الفرق الكبرى في الدوريات الأوروبية، وتقريبا جل لاعبين متعودين على أسلوب اللاعب على ضغط المباريات، تقريبا نفس عدد اللقاءات في الدوريات الأوروبية وأيضا نظام دوري أبطال في تشامبيونز ليج، يعني كل 3 أيام أو 4 أيام هناك لقاء، لا أعتقد أنه سيشكل إشكال، حتى ربما نعود إلى الحصص الإضافية في لقاء اليابان وأيضا لقاء الأخير أمام البرازيل، لم نشاهد منتخب كرواتي منهار، على عكس ذلك تماما المنتخب الكرواتي عدل أمام البرازيل وعاد في النتيجة بعد أن تلقى هدف الحصة الإضافية الثانية. إذا أقول أن المباراة الجانب البدني ستكون مهمة للمنتخب الكرواتي، ودائما حقيقة الكروات ما يكونون يعني في أحسن وضعية بدنية، حتى في كأس العالم الأخير تقريبا 3 مرات يمرون من الحصص الإضافية وضربات الجزاء وصلوا إلى النهائي بأفضل صورة ممكنة. أعتقد أن اللقاء اليوم صعب جدا بالنسبة للأرجنتين وبالنسبة ليونيل ميسي، يجب على المدرب المنتخب الأرجنتيني أن يجد حلول ثانية في حال يعني تعطلت الحلول التي يستعملها دائما، والحلول التي يستعملها مدرب المنتخب الأرجنتيني فقط ليونيل ميسي، لا توجد حلول إضافية. مثلا لوتارو مارتينيز من أحسن المهاجمين في الإنتر، لماذا لوتارو مارتينيز لحد الآن لم يقدم أي شيء في هجوم الأرجنتين؟ هناك نقاط استفهام. أنخيل دي ماريا لاعب
يقدم الإضافة، ولكن بلقاءات أخيرة صحيح يحرك الهجوم لكن ليس حاسم. حال وقت أعتقد لاوتارو مارتينيز لدي ماريا يقدم الشيء المطلوب من الناحية الهجومية، يعني وجود ميسي فقط قد لا يكون حاسم في بعض اللقاءات. فعلا وائل، قد لا يكفي وجود ميسي امام منتخب يعني يتميز بالروح الجماعيه، وهذا ما يؤكده طبعا تصريح مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش الذي اثنى على اداء فريقه، يعرف جيدا من سيواجه، ولكنه اكد بان منتخب كرواتيا يعيش حلما جميلا بالوصول مره اخرى الى هذا الدور المتقدم من المنافسه العالميه. نحن ومن بين أفضل أربعة فرق في العالم، هذا نجاح غير عادي لكرواتيا، إنه لأمر رائع التواجد من بين أفضل المنتخبات في مرتين متتاليتين، نريد المزيد. نحن نلعب مع الأرجنتين العظيمة، فريق رائع بقيادة ليونيل ميسي، لديهم حافز كبير لكنهم تحت ضغط أكبر من كرواتيا. لقد قمنا بتحليل خصمنا، نعرف كيف يلعبون، نعرف أين يريدون أخذ المباراة، ونحن مستعدون لهم. أنا متفائل بطبيعتي، أثق في أن لاعبي فريقي أظهروا مستوى رائعا ولم يكونوا ليبلغوا نصف النهائي وربما النهائي بدون هذا. لن نتأقلم مع أسلوب خصمنا كثيرا، نعرف نقاط قوتهم وضعفهم، لكننا سنواصل اللعب بطريقتنا الخاصة، وآمل أن يسفر ذلك عن النتيجة الصحيحة. إذا مشاهدينا، كان هذا تصريح مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش الذي أكد أن الضغط كريم سيكون أكثر على الأرجنتين. أكيد سيكون أكثر، لأنه الأرجنتين فوق يعني مرشح. على الورق الأرجنتين هو المرشح الأبرز للمرور للنهائي عكس المنتخب الكرواتي. أي منتخب لما يدخل المباراة يعني وما يكونش مرشح يلعب بأريحية أكثر من الخصم، وهذا ربما ما سيؤكده ربما ناصر بويش، هو كان لاعب دولي وهذا ما سيؤكده. قلت أنه المنتخب الكرواتي سيدخل المواجهة ربما بأكثر أريحية مقارنة بالمنتخب الأرجنتيني الذي هو مرشح فوق العادة بقيادة كما قلنا ليونيل ميسي للتواجد في المشهد الختامي. لكن قبل ربما خليني نتكلم على هذا المنتخب الكرواتي الذي يشارك للسادس مرة في المونديال. تخيل خالد، في ست مرات في ست مشاركات في المونديال ثلاث مرات يصل للنصف النهائي، ومره وصل للنهائي في مونديال 2018. لهذا هذا المنتخب فعلا استثنائي. نصر، كلام كريم وتصريح زلاتكو داليتش يؤكد بان هذا المنتخب يعيش حلما جميلا، يعيش انجازا استثنائيا. اكيد راح يكون اكثر الضغط اكثر على المنتخب الارجنتيني، كيف سيتعامل المنتخب الارجنتيني مع هذه الضغوطات؟ يعني شغف جماهيري كبير، شاهدنا توافد الجماهير بقوة على العاصمة القطرية الدوحة، هناك أيضا الأمال كلها معلقة على ميسي لتحقيق حلم طال انتظاره منذ عام 86. في رأي كيف سيسير سكالوني وأشباله كل هذه الضغوطات؟ مرة أخرى أني مع كريم ومع الأخ وائل، يعني حقيقة أن الضغط اليوم أكيد أنه راح يكون من الجانب المنتخب الأرجنتيني، لأن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي الأسطورة، ربما ماشي ربما كما نقولوا آخر مونديال له، لهذا نظن أنه الضغط راح يكون من هذا الجانب، أنه ميسي يعلم أنه لو يخرج في هذا النصف النهائي هو الآخر مثل كريستيانو رونالدو، ما راحش يفوز بهذا الكأس هذه. لكن إلى نعود إلى التصريحات لزلاتكو داليتش اللي قال أنه الأهم هو انه تحليلنا للمنتخب للعب المنتخب الارجنتيني، حتى ولو تكلم هو اخر على الضغط انه من الجانب الارجنتيني، لكن ظن انه فيه تحضير جد وجيد من طرف زلاتكو داليتش، لان هذا المنتخب يعرف قوه المنتخب الارجنتين اللي هي ليو ميسي، فيه بلان كما نقولوا ليو ميسي، وفيه بلان اخر كيف سيسير نعم. يحرم المنتخب الأرجنتيني من الكرة في بعض الأحيان، لا ماشي في كل فترات اللقاء، في بعض الأحيان كيف يستطيع أنه يحرم الفريق الأرجنتيني من الكرة ويكون هو الأخطر في هذا اللقاء. لهذا نظن أنه حتى ولو الأرجنتين بميسي بجماهيره، لازم نتكلم عن الجماهير الأرجنتينية اللي هي تحلم بهذا الكأس هذه، خامس مونديال إذا فات الأرجنتين إلى النهائي، نظن أنه راح يكون لقاء صعب جدا من الجانبين.
لا نظن انه كفاءه 50-50 نسبه في هذا اللقاء هذا. طيب نمر الى التفاصيل الفنيه لهذه المباراه مشاهدينا الافاضل، بس نشاهد التشكيله المحتمله للمنتخب الارجنتيني، التشكيله التي يتوقع ان يدخل بها سكالوني هذه المباراه الصعبه امام منافس صعب شرس قوي جدا من الناحيه الدفاعيه في كل مره يفوز بواقعيه كبيره. إذن هذه التشكيله مشاهدينا على الصوره، تشكيله متوقعه طبعا وليست رسميه لهذه المواجهه بوجود فرنانديز في الحراسه، نفس العناصر تقريبا التي شاركت في جل المباريات مع احتمال العودة إلى الخطة الأساسية 4-4-2 في وجود ميسي والمهاجم الشاب ألفاريز لاعب مانشستر سيتي الذي كريم يعني نجح في الظفر بمكانته على حساب لوطارو مارتينيز. صحيح خالد، ألفاريز يعني بعد المباراة الأولى للوطارو مارتينيز واللي مر فيها جانبا أمام المنتخب السعودي، المدرب سكالوني في المباراة الثانية أقحم ألفاريز نجم مانشستر سيتي اللي شاهدنا أنه قدم أداء ربما أحسن من لوطارو مارتينيز كما تحدث قبل قليل زميلي وائل. لوطارو مارتينيز علامة استفهام كبيرة لهذا اللاعب الذي يتألق في الدوري الكالتشيو مع الإنتر، لكن مع المنتخب شاهدنا لاعب وكأنه غير موجود تماما في فوق أرضية الميدان، شاهدنا في المباراة الأولى ولا حتى في باقي المباريات لما كان سكالوني يقحم في الأشواط الثانية. وبالتالي لوطارو مارتينيز علامة استفهام كبيرة في المنتخب الأرجنتيني عكس ربما باقي اللاعبين وبقية المهاجمين. طيب نبقى مع التشكيلة المحتملة للمنتخب الأرجنتيني وائل فطوش. إذن من الدوحة القطرية شاهدنا التشكيلة المحتملة، شاهدنا أيضا وجود العناصر عودة ديماريا في التشكيلة الأساسية، هل تتصور بأن هذا هو التغيير الوحيد ربما في تشكيلة سكالوني خاصة مع غياب أكونيا الظهير الأيسر؟ هل سيلعب ديماريا على الجهة اليسرى؟ وفي رأيك هل يمكن أن نشاهد أيضا لوطارو مارتينيز؟ كريم تحدث بأن لوطارو خارج مجال التغطية في هذا المونديال، كل لاحظ ذلك في هذه النسخة من المونديال، ولكن البعض يقول لك بأن ربما تسجيله لضربة الجزاء الحاسمة أمام هولندا قد تحرر هذا اللاعب الذي يملك قدرات كبيرة جدا، تعرفه جيدا أنت وائل. نعم زميل خالد، بحكم أنه يلعب في الإنتر طبعا، المهاجم الكبير اللي يلعب في نادي إنتر ميلان ومن أحسن اللاعبين في الدوري الإيطالي، كان مثل سابقا ثنائية يعني قوية جدا مع البلجيكي روميلو لوكاكو. مشكلة لوطارو مارتينيز دائما هي مشكلة نفسية، حتى السنة الماضية لو نتذكر في تقريبا في شهر فيفري عندما تعثر الإنتر أمام ليفربول وكانت هناك فترة فراغ يعني مر بها نيراتزوري، الفترة فراغ كاملة كان لوطارو مارتينيز غائب كليا إلى أن عاد وسجل يعني في احد اللقاءات المهمه في الدوري الايطالي، فتحول لاعب من لاعب لا يسجل الى لاعب هداف في كل جوله. لوطارو مارتينيز ان سجل في اللقاء الماضي ركله الجزاء الترشيحيه امام المنتخب الهولندي اعتقد وكانت حاسمه واهلت الارجنتين الى النصف النهائي، اعتقد ستكون مهمه جدا من عامل العامل النفسي. ولوطارو مارتينيز من احسن اللاعبين يعني في مستوى التمركز كمهاجم صريح ربما عكس الفيرز من ناحيه طريقه اللعب، ولكن ما اعتقد وما يخيفني في تشكيلة الأرجنتين خط وسط الميدان، تقريبا تشكيلة غير متوازنة في وسط الميدان ضعيفة نوعا ما، فقط ديبول الذي يمكن أن أقول أنه لاعب وسط ميدان بإمكانيات عالية جدا يمكن أن يحدث الفارق، لكن لا ننسى أن وسط ميدان كرواتيا هنالك كوفاسيتش، ماتيو كوفاسيتش لاعب نادي تشيلسي، هناك بروزوفيتش يعني متوسط ميدان الإنتر، وطبيعة الحال لوكا مودريتش نتحدث عن ثلاثي فكاك، ثلاثي قوي جدا، ثلاثي يستحوذ على الكرة ويلعب بشكل رهيب تحت الضغط، واعتبره احسن وسط ميدان في المونديال. لا اعتقد ان وسط ميدان الارجنتين الحالي ان تم اعتماد هذه التشكيله سيكون قادر على محاربه ومواجهه وسط ميدان المنتخب الكرواتي. طيب اعود اليك ناصر بويش محلل قناه الجزائر الدوليه، في رايك وائل وكريم تحدث عن قوه المنتخب الكرواتي خاصه على مستوى وسط الميدان وان تواضع اداء لوطارو مارتينيز من الجانب الارجنتيني، في رايك ناصر هل سيلعب؟ في كل مره نعطيك يعني سؤالين في سؤال. السؤال الاول يتعلق بالارجنتين، هل سيلعب سكالوني ب 3-5-2 على غرار مباراه هولندا ام انه سيعزز خط الوسط بلاعب رابع اكثر بنزعه دفاعيه لمواجهه قوه كرواتيا؟ وكرواتيا هل ستواصل بنفس الاسلوب يعني الاستحواذ على فترات واللعب ككتله في الخلف؟ اكيد خالد انه سكالوني اليوم نظن من حلول، لانه لازم نتكلموا بكل صراحه اصعب دور في كاس العالم هو الدور نصف النهائي، هذا الدور هذا اللي فيه ضغط كبير لانك على لقاء واحد لوصولك الى النهائي،
لهذا نظن الضغط النفسي راح يكون كبير جدا. لكن أنا نظن من حلول سكالوني هو تعزيز وسط ميدانه، لأن وإيه لو تكلم كل شيء تقريبا قال كل شيء على بروزوفيتش على كوفاسيتش على مودريتش، خاصة في استرجاع الكرة وكيفية استعمال الكرة أماميا عموديا. أنا نظن المنتخب هذا قوي في هذا المجال هذا، لهذا نظن أن سكالوني عليه أن يعزز وسط ميدانه. أو حتى شفت أنه فيه اقتحام اللاعب إشراك اللاعب دي ماريا. لماذا دي ماريا؟ لأنه ميسي وحده لا يستطيع، لازم أمام هذا الدفاع الممتاز بلوفرين وغفارديول يورانوفيتش سوزا على اليسار، هاد اللاعبين اللي يعرفوا عندهم قوة كبيرة في المراقبة في الخروج بالكرة في الصراعات، لهذا لازم إقحام دي ماريا مهاجم ثاني باليسرى تاعو لربما راه يكون حل هجومي ثاني للمنتخب الارجنتيني. لكن بصفه عامه نقولوا ان المنتخب هذا اللقاء راح يتلعب في وسط الميدان كما قال واي، لانه وسط الميدان اللي يفوز معركه وسط الميدان اللي يعرف كيفاش يستعمل الكره لما تكون عنده نظن راح هو يمر الى النهائي إن شاء الله. أكيد صراع تكتيكي كبير متوقع على ملعب الأصيل، هذا الملعب الذي كان شاهدا على تعثر ميسي والأرجنتين في أول خرجة أمام السعودية قبل أن يعود ميسي وزملائه في نفس الملعب ليتأهلوا إلى هذا الدور. فهل يكون مشاهدين الأفاضل ملعب الأصيل فعل خير على ميسي بأمل العودة إليه مجددا يوم 18 ديسمبر بمناسبة نهائي كأس العالم؟ بين ميسي وتحقيق حلم التتويج بكأس العالم تنعكس الأضواء كاشفة تحت رقعة انتباه واحدة. الملعب سيكون وحده سرا وقصة تروى عن أولى خطوات المنتخب الأرجنتيني في مونديال الدوحة بعد أن نزل إليها برداء أكبر المرشحين لحمل الذهب. استاد لوسيل والأيقونة المستقبلية القائمة على عرقة الماضي، الزمان والمكان فيه أحدث زوبعة لم تكن متوقعة بسقوط ليو ورفاقه أمام المنتخب السعودي في مستهل مباريات المجموعة الثالثة، ليكون هذا الملعب الذي أراد فيه ميسي أن يحفظ خطواته وأن يعودها في رحلة الألف ميل يحمل ذكرى نكسة أراد الأرجنتينيون بعدها أن تكون دافعة لمنتخب بلادهم من أجل التوشح بالمعدن النفيس يوم 18 ديسمبر المقبل بعد أن صحح المسار. الملعب في شكله الخارجي سيعكس لوناً من لوني منتخبي الأرجنتين أو كرواتيا. أجبر المدرب الأرجنتيني سكالوني يسعون أن يكون الأزرق السماوي لون الغالب في السهرة الكبيرة لنصف نهائي المونديال العربي، وأن تحمل رقصة التانغو أحفاد الراحل دييغو أرماندو مارادونا إلى اللقاء النهائي من أجل تحقيق حلم التتويج الذي طال انتظاره. من بوينوس آيرس إلى الدوحة تطير الأمان والأمال وتنعكس شمس الأرجنتين أمام فرصتها الذهبية للتتويج ومعانقة الكأس لثالث مرة في تاريخها، لتكون قصة ملعب لوسيل المونديالي والمنتخب الأرجنتيني أجمل وأفضل وأحلى قصة يكتبها لاعبو جيل الأسطورة ميسي لبلد طالما تنفس كرة القدم. إذن أحلام ميسي كبيرة في العودة مرة أخرى يوم الأحد بمناسبة نهائي كأس العالم إلى ملعب لوسيل. كريم، باختصار فقط لو سمحت توقعك لهذه الموقعة. توقعي أكيد أنه ستكون مواجهة صعبة وصعبة جدا على الطرفين، لكن أتوقع أن تكون نهاية بهدف لصفر من توقيع ليونيل ميسي الذي سيكون الهدف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني في المونديال، ويتخطى بذلك عمر غابرييل باتيستا. ناصر كريم يتحدث عن السيناريو الأمثل لكل عشاق ميسي والأرجنتين، في رأيك توقعك أنت شخصيا؟ توقعي مرور الأرجنتين. طيب ما قلت شيء آخر، مرور الأرجنتين. طيب ماذا عن وائل فطوش؟ بصراحة لقاء غير قابل للتوقع، صعب جدا توقع من يمر 50-50 فقط، ولا أعرف يعني لقاء صعب جدا، ربما في أمل أنه كرواتيا تحدث مفاجأة ويعاد نهائي 2018. طيب تحدث عن إمكانية عودة نهائي فرنسا وكرواتيا، وكريم وناصر يرشحان المنتخب الأرجنتيني للعبور في هذه المواجهة التي تلعب مشاهدينا للتذكير مساء اليوم على الساعة 8 بتوقيت الجزائر. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج نبض المونديال. كريم بالعربي رئيس قسم الرياضة في قناة الجزائر الدولية، بارك الله فيك. شكرا لك خالد. الشكر موصول لك أيضا ناصر بويش محلل قناة الجزائر الدولية، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا.
الشكر موصول أيضا مشاهدينا لوائل فطوش الإعلامي التونسي الذي كان معنا على المباشر من قطر، والشكر موصول لكم أيضا جميعا مشاهدينا الأفاضل على حسن المتابعة، في أمان الله. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس معا نصنع المستقبل.